مستحيل شباب، بيت مصطفى انحرق. لا 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 شباب، احد اعضاء السيرفر تواصل معي وقال لي انه توه شاف بيتي مكسر والابقار طالعة منه. فوالله العظيم بهاي اللحظة انصدمت يا اخوان، فعالسريع فتحت ماينكرافت وش سويت على طول على طول وبدون اي نقاش دخلت للسيرفر هارد لايف. واتصل علي برانكي وقال لي بيتك اتكسر وبيتك اتفجر ما ادري ايش صار بيه، وقال لي ابقارك طلعة وانخبصت الدنيا، والله ما ادري شباب خلي نروح نشيك ونشوف شنو موجود. اوكي هالرسالة من قبل. وات وات شباب، هاي كل شي ما صاير بيه، شنو هذا برانكي ايش بيه؟ هاي شنو جتنا هدية شباب؟ شنو يا شباب؟ شنو هاي درع الجليد؟ هدية اسطورية حتى لا تموت بعد، وسويت بانر الك مثل ما طلبت. طبعا طلبت من برانكي انه يسوي لي بانر، عشت ايدك يا برانكي على البانر هاي اسطورية، ولكن شباب شنو هاي؟ منطيني دروع درع جلد، ولكن يلا شكرا شكرا. يلا شباب الهدية لازم دوما نقبلها يعني اكيد احنا. اوكي خلينا نكسر لنا هذا الصوف. شنو هاي؟ شنو هاي؟ او ماي جود شباب، دروعنا ذا رايت، سويت فيك مقلب بسيط وهي افضل دروع في ماينكرافت لا تموت بعد. والله برانكي اسطورتي. لا لا شباب ورب الكعبة ما توقعت كده ان برانكي راح يسويها. هو قال لي راح اجيب لك هدية ولكن ما توقعت انه راح يجيب لي نذر رايت. والله شكرا يا برانكي. طبعا اني سويت قبل دروع نذر رايت ولكن مع الاسف الشديد يا اخوانا الاعزاء ميتت، فبرانكي عوضني وعطانا دروع من النذر رايت. اويلي اويلي كنت راح اموت اول ما ضربته يا شباب. شنو هاي الدروع؟ والله قوية يا اخوان. الو اوكي خلي نجربها كلها شباب. بوت خوذه. شنو التطويرات؟ شنو هاي التطويرات يا عفو؟ لا بعد ما نموت. ول شوف التطويرات يا عفو. لا ول ول شباب والله العظيم برانكي اسطورتي وربي، سويت بيك مقلب. لا عبرت علي شباب، بالله عليكم اذا عبرت عليكم قلوا لنا شباب. انا عبرت علي، هاي افضل دروع في ماينكرافت لا تموت بعد. والله ان شاء الله يا برانكي. لا شباب هذا لازمة 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 شباب. لا أنا ما أقدر، أنا ما أقدر كده، أنا ما أقدر، ما حد ينطيني هدية وأني ما رد لياها. لازم لازم يا إخوان لازم أنطيه هدية بأي طريقة كانت يا إخوان. ما أدري شلون يا أخي، مشكلة أنا عندي فقط خليل من الدايموند، عندي كم 16 بلكة. والله لازم أعوضها يا إخوان، ما أدري شلون. أي شنو الانفنتوري بالأخبط عندي مقبط، لازم نفضي الانفنتوري شباب. حتى كل شيء ما عرفت أسوي شباب أمانة. خلينا نتخلص من جميع الشغلات اللي صارت عندنا يا إخوان. والله نايس يا شباب، والله نايس. هسه باقي عقبال ما نحصل لنا الهاي، بس قولوا يا شباب الادوات النذر رايتيه لان ناقصنا نحول ادواتنا الى نذر رايت. خلينا نحط لنا هاي الدروع مالتنا هنا، راح نبيعهن مستقبلا شباب، ما ادري اذا راح ابيعهن او لا. ماي جاد شباب نجرب نختبر الطيحه، اذا نطيح يبيها فيلر فيلينج اي في يا عفو الله. يعني هسه اذا نطيح من هنا كم ننقص؟ قلب قلب واحد. والله لو كنت مفسق كانوا قلوبي كلهم طاروا امانة شباب. وين والله حلو بعد ما ندم اشوفه شباب نطيح كل الطيحات. ها ما ندمج والله اسطورتي يا برانكي، والله ثانك يو ورب الكعبة. شكرا 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 يا اخويا، والله العظيم راح تسهل علي هواية باللعب. كانت اللعبة عندي صعبة امانة يا اخوان، ولكن الحمد لله والشكر هسه صار جدا سهلة. هاي شنو المحل؟ اكو محل جديد هنا شي يبيع؟ محل مصطفى، محل مصطفى يا اخوان. اوكي خلينا نروح نشيك ونشوف شي يبيع شباب. اوكي خلينا نقول بسم الله. اوه ايميرالد. اوكي اي شنو هاي يبيع بالايميرالد؟ 5 ايميرالد 1 دايموند، يقول ادفعونا. والله حلو شباب محله جميل، محله جميل شباب. خلي نكون انه احنا اول اشخاص نشتري من عنده. خلينا ندخل هنا شباب. خلي نشوف هنا بعنا شي شباب. لا والله لسه ما بعنا شي شباب، محل فاشل. يعني لازم نسوي لنا تخفيضات يا اخوان وربي. خلي نحط لنا الون ستاك 6 دايموند، 6 دايموند شباب، هاي 6 دايموند كل زين، نسوي لنا تخفيضات. اوكي خلينا ندفع له شباب. مصطفى حرامات شباب، يعني على الاقل نشجع شوي. هو عرفه يعني مسوي له فارم مال قرويين وجاي ياخذ القرويين بالشسمن بالجزر وما ادري شنو. فاني راح اشتري من عنده 5 ب5 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 هاي 4 حبات دايموند شباب. اوكي 20 حبه ايميرالد ما يقارب 4 حبات دايموند. يلا تفضل ابو الصوف، هاي دايمونداتك اخذن بالعافيه عليك. ما ادري اني ليش اشتريتن ولكن يلا احسن من لا شيء شباب. نشجع الولد انه نعطيه فلوس، يعني لازم لازم يستاهل. اوكي
فخلاص انضم الدايموندات مالتنا بهذا المكان ونضم الايميرالدات مالتنا بهذا المكان. عندنا الفاير وورك خلص، خلي نجيب شوي فاير وورك. وها هي نرجع شلكر بوكس وين ما كان. والحين شباب لازم نروح نودي البانر مالتنا نحطها بالنص، لان يعني امانه يا اخوانا الاعزاء كل شخص لازم يشيل الباب ويخلي مكانه البانر، فاهمين علي؟ فلازم انه احنا نجي بهذا المكان. اوكي المفروض البانر، هاي البانر وينك كمان؟ اي دقيقة، اي شلون ما صعد؟ طيب المفروض البانر يا اخوان يكون مكان الباب شباب، يكون مكان الباب هنا يعني. اوكي نكسر الباب ونحط لنا البانر بهاي الطريقة. لا البانر احسه مكانه غلط، ليش ما ادري؟ يقولوا مكان الباب ولكن ليش ما يمدينا انه احنا نحط؟ ايوه كده يا اخوان صارت. اني اول واحد بالسيرفر حطيت البانر هنا، وشكرا البرانكي طبعا، انا طلبت من عنده وقلت له يسوي لي هذا الشيء الجميل. فثانك يو صديقي برانكي، الله يعطيك الف عافيه. والحين خلي نروح نشيك الارباح ونشوف هل عندنا ارباح او لا. اتمنى انه اني عندي ارباح يا اخوان، يا رب عندنا ارباح، يا رب عندنا ارباح. اوكي خلي نشوف، بليز والله فقره يا عفوا لنا فقره، ماكو فلوس. طيب الجام باودر، الجام باودر والله حتى الجام باودر فقرة شباب. لا اخر محل هذا اخر شيء، محل شو اسمه الخشب هو الامل الوحيد، امل الوحيد بمحل شنو محل اوكي محل الخشب. طبعا هنا جاي يسوون بالطريق يعني والله العظيم امانة احس انه بالنهاية راح يطلع شكل اسطوري بأمانة الكلمة. فخلي نشوف هل عندنا ارباع او لا. دايموندتين حلوين، اوكي افضل من لا شيء، زين يعني زين حبتين دايمد يعني والله احسن من لا شيء يا اخوان الاعزاء. اهلا يا اخي، شنو المقال؟ شنو هذا الرايد حركات؟ لا لا والله العظيم اسطوري. تعرف كشخه والله شكرا. تعرف انت مو مخلين بالارمر ستاند، انا اول ما ضربتهن طاروا نص قلوبي، قلت شويه وراح اموت. يا هو الجلد لو نذر رايت حسب رايك يعني، اكيد النذر رايت بين تطوير الثورن يعني. أني أول ما ريدت أكسرهم فدمجت، صاروا عندي قلبين، قلت خلاص هاي راح أموت. والله الله سترني. إي لو ميت حتى تصير هدية حلوة. إي لا كافي شباب والله العظيم، ست قلوب مشكلة. بس والله حلوة يعني، أنت قمصتني، جيت لي بالديسكورد قلت لي مقلب وما أدري شنو، بس لا وين. ومقلبتك بالجلد أول شيء، ما مقلبت؟ جلد؟ إي حسبالي إنه أنت أعطتني فقط الدروع جلد، بس يلا قلت ماكو مشكلة يلا. الفايدة إنه تذكرني وأعطاني هدية. كفضة من دروع بهواية يعني، سويت لك اياهن رتبت لك اياهن. لاحظت يعني ما شاء الله يعني كل التطويرات تقريبا بين يعني، شوف البوت خاصة البوت مو طبيعي كل شيء. زين انت ايش تتوقع كم مقلبتك اليوم؟ مقلب واحد هو مال الجلد مو؟ مقلب مال الجلد، واكو مقلب قبله بالديسكورد. وقبل الديسكورد من قلت لك تعال خلينا ننزل لك هدية، هدية لواحد من اعضاء السيرفر، قلت لي انا، قلت لك لا مو انت. اي عرفت حسيت يعني، حسيت انه انت اوكي. بس قلت لك مو انت، قرعتك لو لا ما تمقلبت، بس انا حاطط احتماليه 70 الى 60% انه راح تنطيني الي الهديه. اوكي اوكي بعد ما تموت، اهم شيء بعد لا تموت. ما موت ان شاء الله المرحله الجايه دوت نذر رايتيه باذن الله، بس انا خليني يعني اجمع لحالي او اشتريهن. يا بس بعد ما عندك حجة يعني. إيه لا ان شاء الله بإذن الله. هسه راح احاول انه اني اخفف شوي استعمال الالترا، لان حرفيا هي اللي دمرتني الالترا. شنو هاي الجزر؟ اكل طيب لذيذ. سحور شنو انت ضايقة؟ سحور اوكي. السلام عليكم. السلام عليكم، جبنا لك ضيف. مرحبا. شنو تو قاعد من النوم؟ كنت نايم خو ما ازعجناك. لا مو نايم والله، كنت اسوي بهذا الدرع، شوفون هذا سويته جديد، شوي ديكور يعني. ان شاء الله. اقول لك امير، انت مو قلت كرتونه دافع عليه ضريبه ما ادري شنو جبت لك اياه؟ يا اخي دافع على ستاك دايموند. اي اخذته والله كفو، ما توقعته. ما توقعته. بس بابا انا في المقطع شنو راح اعطيك هديه. هذا هو المطلوب. هذا هو السؤال. هو العيد بعد لك كم يوم حلمود من هسه قبل نعطي هدايا؟ بعد يومين. والله انا من بدايه السير ورا هدايا. ايش بقيتوا؟ ايش بقيتوا؟ والله محتوى العيد راح. اوكي عادي نعطي هديتين. تعال شوف مكان بيتي لعبه بسريه. تعال
اوه بتشري. شنو شكله ايه النات ساعات ايه تطلع لك برا صاد ايه طلع تنزل جديدة صح؟ وبعدين صاد تفتحها صاد عليها شنو فيك يا تعال 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 منها تعال منها شنو شنو شو شو ايوه شنو دايمود سؤال المتابعين ايش غيراني ما احكي هالمكان شباب دايما دليل صحيح هالمنتسبين شباب هالمنتسبين شفتون هاي ايوه ايوه والله اذا منتسبين حقهم والله اي اذا منتسبين اي أيوة بس صح البلوك البلوك احسن مبانيها لو بسميها عاليه وخاله بليت ما لك نوعا ما لكن احنا اخويا خلاص طفرنا شوي بدينا نفلس حلل العد يا اوه والله شكل الاسبوع منه خرافي يب انا احسن اطلاله ببيتي يعني من هنا تقدر تشوف جميع البنايات شوف مسجد وكل شيء كل شيء العظماير خرب الشكل بس لوب لوب اشيل العظماير احسن اشيل العظماير اي بس هيدا اكو فضيحه ستون ستون لازم اخلي بلوك اوت يلا يلا تعال يلا 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 امشي يلا صعد لا لا يا ورا ما تدمج ما تدمج ما تدمج فيك شنو الدمج يا اخي جوينه خرجني يا الولد يا رب تقلتون وتموتون يا رب ما ما برانكي ده علي انا ليش جيت برانكي اي العدل اللي يعني اليوم تقتلوني اقولكم هنسالكم اياها انت براك هسه لازم يطير لك قلب يعني معقوله؟ ليش لازم؟ ليش؟ لازم يطير لك يا اخي دوده مصطفى اليوم مات ترى بقيت بس صدق؟ انت بقيت والله مات اليوم طاح باللافا طاح باللافا صدق؟ لا لا والله فرحان لي انا الوحيد اللي ميت مو فرحان لي موت مصدق اي والله لا لا بالعكس لا الله ولا شي مات يبعد خاف يصير بي يلا يلا امير شنو رايك يلا يلا امشي يلا امشي امشي نشوي لا 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 خلنا نشوي بالمطر يلا اللي تجي عليه سام طيحه بالدايموند اوكي والله وقعت 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 وي لا ما ضبط تجي عليه سام تطيحه بالدايموند يلا لا بلوكه يلا خلاص تعال اطلب بلوك انا يعني انا وعدتك اطلب بلوك يا اخي لا لا انا قلت حبه ثلاث بلوكات لا انا قلت حبه خلاص حبه حبه انا اذا اقول شيء انا بعد راح يجيب لي بقى سهم تعال دايموند وين هاك شوف والله يا اخي والله ما انطيك ها بلاش بطلت ما راح انطيك راح انصب عليك ليش تعال هاي ما عندي يا اخي دايموند دقيقه راح اجيب لك من غرفه المشتركين تعالوا تعال راح يعطينا مشترك من المشتركين معه تعال شي خلصك ياخذ من المشتركين استريجوك لا لا اكو لا لا اكو عندي بالصندوق انا بالصندوق تاخذ حقنا لا لا بالصندوق هذا بالصندوق من انا من انا لا لا اكو شيء اوكي يلا تفضل عطى عطى دايما عطى عطى لا لا رجع رجع يا مورا اكتب اسمه وخليه ويا المشتركين يلا يلا راح اكتب اسم كرتونه يلا رجع دايموندات يا برامك يا ورع والله بس وحده ورجعت لك اياه شمرت لك اياه يا اخي شنو رجعني يلا شفتك ترى والله ما عندي بالقران بالقران ما عندي ايش فيك شنو كذب عليك يا اخي اكو واحد اخذن كان فوق العشرة حبات ما ادري 11 حبه هذا يعني اكو غيره يعني منو اكو رابعنا هو لو كرتون له انا حلفت لك هو كرتونه يلا رجع رجع يا ولد ما في شيء ما في شيء ها ترى المقالب ترى المتابعين يضوجون رجع يلا رجع لا انا ما احب اسوي مقالب المقالب فيها هدايا انا بس مقالب مقالب يلا يلا يلا, يعني. يلا يلا رجع يلا كرتونة يلا تعال اخذ هاي حب الدايموند باسمك اوكي الله الله حطه حطه بالذهب حطه بالذهب اصرفها بقرب بنك اصرفها منتسب منتسب انا منتسب شكرا للمنتسب داعم القناة كرتونة ما شاء الله ما شاء الله لا حلو لا حلو لا حلو لا حلو وين؟ ابقار سرية وين غرفة سرية؟ لا هناك غرفة سرية لا كل شيء ماكو هذيك فقط على مود الحماية على مود الشكل يعني حتى ما يخاف لا على مود الحماية يخاف يجي وحرام يسارب لا هو كله على مود الشكل يعني على بالكم بجبل يعني ماما فاهمين شلون؟ لأن هو جبل هذا جو الجبل غرفة المشتركين جاي تعال شيك شيك ها شوف تعال شيك دخلوا يا اخي الشباب يلا دخلوا يلا تفضلوا يلا تفضلوا دخلوا شباب دخلوا دخلوا تفضلوا حياكم الله تفضلوا ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء انت قلت المكان سري يا شباب يلا شيء تعال منا منا مكان سري منا بابا يلا دخلوا ادخل ايش فيك؟ خايف خايف الشباب السلام عليكم دي
خسرنا المحل وشوفوا شنو لا رأيكم فيه. والله أمانة أسطوري. تريد أقيم المحل؟ قيم لي المحل ايش قد من 10؟ أقيم 7.5 من 10. زين يعني نوعا ما. سبعة ونص. ليه سبعة روح ونص؟ روح بيتك، روح بيتك، روح بيتك، روح بيتك، روح والله بيتك، أحس، روح بيتك، والله اطلع أحس برا. إنه، أحس إنه هذا الصغير أفضل يعني، لأن هذا الصغير يعني تحسه يعني وأنت تحب الصغار. شلون الجام باودر اللي مسويها؟ ها؟ إي يعني مو طول ستة والعرض اثنين. إي مو مو الفائدة إنه يكون كبير يا أخي، الفائدة إنه يكون الفائدة بسيط. إنه مصطفى يا أخي أنا بتصلات أكثر مبين بارس قصب سكر تقول لي ار جي بي الاحلام هذا اسطوري هذا مستحيل شباب بيت مصطفى انحرق لا 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 شباب هاي شنو هاي شنو الكتابات وات راح ارسلك موقع صابر او ماي جاد شباب صابر وات ايش صاير بيت مصطفى يا اخوان الو يا عفو الله الرحيم لا 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 مستحيل شباب بيت مصطفى امنوا اللي سرقه هدية الثالثة من عند أمير لا شباب هديتي هديتي راح تنحرق يا إخوان والله فتحها مصطفى لا ليش ما تفتح لا لا راح أموت راح أموت خليه يهرب خليه يهرب يا عفو الله يا عفو الله شباب منو حرقها منو حرق بيت مصطفى يا إخوان لا شباب لا 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 راح أموت راح أموت راح أموت يا عفو الله 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 كنت راح أموت شباب من ورا اللاج الله يستر لا شباب مصطفى وين بيته منو حرق له لا 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 مستحيل شباب شو اسوي بالله عليكم كتبوا لنا بالتعليقات شباب لا يا اخوان والله العظيم ما ادري منو حرق بيت مصطفى شباب طيب هاي اوه حتى هديت ابره موجوده او ماي جاد شباب شو اسوي يا اخي والله يقولوا لي ما ادري شباب اوكي جت لي فكره شنو رايكم يا اخوان نغطي له نحمي له شو اسمه هذول مالته نحمي له البيت الهدايا مالته على الاقل حتى الهدايا مالته ما ينحرقوا شباب خلنا نحمي نكلن شباب شنو الصوت اوكي خلنا نحمي الهدايا يا ساتر يا ساتر شباب والله ما اريد هديتي خاصه هديتها شنو القزازه هاي اوكي خلنا نكسرها يا عفو الله الرحيم يا عفو الله اوكي يا رب يا رب يا رب وهم الصناديق انحرقوا او لا شباب ما ادري خلنا نحميهم يا اخوان خلنا نحمي الهدايا اوكي سريع 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 يا اخي غريب هذا منو اللي حرق بيت مصطفى لا شباب لا والله ما معقوله هيك والله ما معقوله خلاص كافي خنطفي النار خنطفي النار خنطفي النار يا عفو الله يا عفو الله طفي طفي يا امير طفي النار طفي النار طفي النار اوكي اوكي سريع سريع اوكي هاي هاي صندوقه اوكي خلي نغلفها هاي نفس الشيء اوكي يا رب يا رب الهدايا يا رب اوكي خلي نشوف خلاص اعتقد شباب هاي البيت طفي 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 النار طفي النار والله العظيم ما ادري يا اخوان منو حرق البيت ورب الكعبه ما ادري شبابنا الحلوين كتبوا لنا بالتعليقات منو سوى ذا الشيء والله ما ادري شباب انا اللي كل علي سويته لا 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 بعدك جاي اسمع صوت حرق جاي اسمع صوت حرق هنا خلينا نروح نطفي شباب خلينا نروح نطفي خلينا نروح نطفي يا عفو الله يا عفو الله سريع 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 طفي 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 النار طفي النار اوه ماي جاد شباب يا تراح لا شباب والله مسكين والله والله مسكين مصطفى شباب يعني اول مره تفجر بعد جاي اسمع صوت حرق وينه الو اوه ماي جاد شباب والله حرامات يا عيال والله انه مسكين يا شباب من تتوقع اويلي اويلي كنت راح انتهي بعد جاي اسمع صوت نار 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 طفي 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 والله كنت راح اموت من وراه شباب لقلقت ما ادري شنو صار مو معرف امانه يا اخوان الاعزاء والله طبعا انا لحالي الحين بالسيارفر نار 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 شيل 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 لا 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 شباب اوكي قد بعد ماكو صوت من النار شباب والله مسكين شباب بيت راح شباب كله والله انه مسكين يا اخوانا الاعزاء والله اني جدا زعلان طيب شنو الكتابه راح ارسل لك موقع صابر بعد ما اضمن الفديه وصلتني وعندك مالت اوه سرقوا له ابو صابر لو 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 شنو يا اخي شنو نار ما تخلص يا اخي شنو نار لا كمون شباب شنو شكو جو تحت الاوبسيديان شباب معقوله موجوده نار اوه هاي اللافا هي اللي سوت هذا الشيء لازم نشيل اللافا شباب خلي نشيل اللافا اوكي خلينا نشيل اللافا لان امانة اتوقع انه اللافا هي اللي حرقت بيت مصطفى يا اخوان الله يستر اوكي خلي نشيلها كلها اللافا احسن شيء اوكي هاي شلناها شباب اللافا تمام هسه باذن الله ما راح يصير حرق الحين شباب اوكي طيب خلينا نسمع بلكت اكو ما بعد نار لو ما موجود اوكي خلينا نحللنا هاي البلوكه لان حرفيا نستخدم الديرت اوكي والله شباب لازم اروح اتصل عليها وش اسوي انا الحين اقلب بيتك انحرق لو شو اسوي شباب والله العظيم ما ادري يا اخوان
والله العظيم مشكلة، ولكن الشيء الحلو انه اني حميت شو اسمه، حميت اغراضه، اكو عنده هواي هدايا حميتها اني، يعني ما خليتني انحرقوا، فهذا الشيء الحلو اللي اني سويته وربي يا اخوان. والله العظيم ما ادري يا شباب، بالله عليكم كتبونا بالتعليقات شو نسوي بالضبط يا اخي، الله ما ادري يا شباب. طيب هذا الصندوق هدية البيت دقيقة، هاي هديتي اعتقد مو، والله ما ادري شباب، خلنا نطلع من هذا المكان احسن. هسه ما يدخل مصطفى ويتهمني يقول لي انه انت اللي حركت السيرفر شباب، لان اعرف انا هسه اغلبيتهم راح يقلبون علي، اني اللي سويته انه حميت بيته، بس ان شاء الله ما يقلبون علي ويقولوا لي يتهموني انه اني اللي السارق، انه اني اللي حركت البيته شباب، ان شاء الله مو اني، يعني شفتون شباب قدام عيونكم سويت اللي اقدر عليه، حميت الصناديق مالته من الحرق وموارد مالته والهدايا مالته، اكثر من كده ما اقدر اسوي اي شيء حرفيا شباب، واني لاق يعني حرفيا كنت رح انت يعني خطرت بحياتي اني يا اخوان، ورب الكعبه يعني امانه خطرت بحياتي على مود انه اغراضه او صناديقه ما ينحرقوا. فها هي يا شباب الحمد لله والشكر على كل حال، هسه راح اروح اتصل عليه واقول له انه بيتك انحرق اوكي، هذا وما ما اقدر اسوي اي شيء ثاني شباب، هذا هو حاليا خلصت واتصلت على مصطفى ولكن مع الاسف ما رد علي يا اخوان، فايش راح نسوي الحين؟ راح نروح نحط لنا اسم بغرفه المشتركين، وبالمناسبه قولوا لي شنو رايكم بالشادر الجديد، عجبكم لو ما عجبكم تردون نستمر بالشادر هذا الجميل خفيف لطيف او نرجع لماينكرافت الطبيعيه، فاكتبوا لنا تحت بالتعليقات شنو تفضل يعني ماينكرافت شادر او ماينكرافت بدون شادر، وشكلي راح اموت شباب فالله يستر، لان حرفيا كميه اللاج اللي عندي مو طبيعيه، الله يستر الله يستر، خلي شيل فاير ورك احسن شباب احسن ما اتورط وبعدين اقول ليش يعني، يعني خلاص بعد ما استخدم الالترا نهائيا، انا قلت بعد ما استخدمه شوفوا شلون جاي اسحف يا عفو الله الرحيم شباب، اوكي زين ما متنا اوكي شنو ظلمه ظلمة ما توقعت كده شباب وربي، حرفيا هذا الشادر مشكلته يعني يخلي الدنيا ظلمة شباب، ولكن جميل يعني شكل البلوكات صارت حلوة. هلا ابقار خليني كاثر شباب، تعالوا ابقاري اوكي اكل حبة اكل حبة، وتعال انت همينة حبة حبة، اكلوا 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 اكلوا، خليني كاثر شباب خليني كاثر، فما ادري ما ادري شباب كتبونا همينة بالتعليقات. واو والله سبون شباب شكله خرافي من بعيد، نايس شوفوا محلي مال سميثينج تمبليت رب الكعبة جميل. اوكي اوكي اخوان خلي نشوف، واليوم راح نحط لنا اسم جديد بغرفة المشتركين، خلينا ناخذ لنا حبة دايموند كالعادة، والاسم اللي راح يدخل ويانا الى غرفة المشتركين اللي هو اوه ما نقدر شباب ما نقدر نحط لنا اسامي اكس بي ناقص، طيب اذا نقتل البقر يصير عندنا اكس بي، تعالي بقرة راح اشويكي اوكي بليز اكس بي اريد اكس بي، الو يا اخي اريد اكس بي وات كمون اكس بي شباب ليش شنو ما يزود الاكس بالبقر وات شباب جلدت جميع الابقار ماكو فايده جميع الابقار قتلتهم يعني باقي على اكس بي واحد لا لا شباب كده ما نتفاهم طيب خلي نروح للبطاطا بلكت يكون شو اسمه اذا ناخذ لنا شوي مزروعات لا لا شباب والله العظيم ورطه يا عفو الله شو اسوي الحين ارد اكس بي واحد والله ما اقدر اكتب لي ولا اسم يا اخوان الاعزاء والله العظيم ما ادري ايش راح اسوي يا عفو الله طيب اذا ناخذ اوكي اكل اكل شنو هلاك جوز لان انا ملقلق ما ادري ما ادري اوكي خلينا نجرب ناخذ بطاطا بليز ليش الاكس بي ما اجى يا اخي ليش والله العظيم غريبه شباب والله ما ادري شنو راح اسوي يعني اوكي خلينا نجرب الحين ناخذ يا اخي شنو السالفه شباب ليش الاكس بي ما دا يجيني والله مصيبه فهمت لان اغراضي جميعها من دينك شباب فالاكس بي دا يروح للشسمن التولز مالتي والدروع مالتي كذا ما جاي يطلع لي الاكس بي يا اخوان واني اقول شنو السالفه والله فاتتني هاي يا اخوان وربي ما توقعت انه راح يصير لي هذا الشيء شباب اوكي خلاص هاي خليناها الكلن اوه ظلمت الدنيا واو شباب لحظه شنو هذا ويلي شوفوا المسجد في الليل شلون يا اخوان شوفوا السيرفر ما احلاه او ماي جاد شباب ورب الكعبه فخم وخاصه هذا الجامع جدا رائع من بعيد ويلي والله العظيم نايس ما ادري كتبونا في التعليقات اذا تردون يعني نكمل بالشادر يعني نشارككم باقي المقاطع او لا ما ادري انا والله العظيم عاجبني الشادر ولكن ما ادري انتم اذا راح تحبونه او لا فخلنا نرجع نلبس الدروع احسن ما نتورط يا اخوان ومثل ما قلت لكم هسه حصلنا حبه اكس بي والشخص اللي دخل ويانا الى غرفه المشتركين اللي هو
عمر جيمز 125، مبروك حبيبي عمر، دخلت ويانا الى غرفة المشتركين وهذا اسمك موجود هنا، وانتم همين يا شباب. طبعا عمر جيمز كتب لي: امير سلو سوي محل بطاطا، واتمنى اني ساعدتك، اخوك من الاردن واني عم اهل الاردن وجميع المتابعين. فانت همين يا اخويا يا صديق المشاهد، اذا تريد تدخل الى غرفة المشتركين بسيرفر هارد لايف بكل بساطة، ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناة، وفعلوا جرس الاشعارات، وكتبوا لنا تعليق جميل. وبس يا اخواننا الاعزاء، هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى اشوفكم هذا المقطع الخفيف اللطيف، فلا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. وبس، مع السلامة، باي باي.